اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بس بقى جبت لكم معايا لعبه ايه النهارده. واو، دي لعبه بلاي موبيل فظيعه. النهارده بقى دي سبيشال اديشن، شكلها جامد جدا جدا. الراجل اللي بتحول ويرولف راجل الذئب، ايه ده، الله، بصوا شكلها لعبه جامده ازاي. مش بس كمان كده، ده معاه كمان الكلب بتاعه، ايه ده، واو. بصوا كود اللعبه 6824، صالح الاطفال من سن 4 ل 10 سنين. بصوا بقى شكله جامد ازاي، الله، بصوا بدا بيتحول بقى ايه لثعلب، وكمان بقى معاه الكلب بتاعه، شكله مرعب جدا. تعالوا بقى نفتحه ونبص كده عليه من قريب ونشوف يا ترى هيكون شكله عامل ازاي. بصوا ده انه طالعه كده وعينيه كده، بصوا بقى شكلها متوحش، ايه ده، واو. طبعا اللعبه دي صراحه اطفال فوق سن 3 سنين. وهو بصوا بقى هنا ده الراجل الذئب ومعاه الكلب بتاعه، شكله فعلا جامد قوي من بلاي موبيل. تعالوا بقى نفتحه ونشوف بقى الراجل ده من قريب هيكون شكله عامل ازاي، ايه ده، واو. بصوا ده حافي كمان. وهنا بقى في الورقه بتاعت بلاي موبيل، في لعب تانية كتير من بلاي موبيل. هنا بقى بصوا الراجل التعلب بتاع مع الكلب بتاعه، الكلب بتاعه شكله بيضحك قوي، تحس ان هو قاعد كده وبيهز ديله، شكله جامد. وهنا بقى هو واقف بشعره بقى الفظيع ده، وبصوا دراعه وايديه وهدوم متقطعه، وباين بقى في شعر كتير قوي زي الثعلب كده بالظبط من جسمه. يا مامي ده شكله فعلا مرعب قوي. بصوا بقى هنا الشعر كتير ده باين ازاي، وبصوا باين بقى ايه شعر كده من دراعه، وفي برضه شعر كتير في وشه، وبيرفع بقى كده ايده، ايه ده يا مامي ده شكله فعلا مرعب قوي. شكله فعلا راجل خطير جدا، وشعره كمان الطويل ده اكيد طبعا لما بيتحول بقى بيكون ذئب، اكيد بيكون شكله مرعب قوي. يا ترى بقى ده بيتحول ولا بيعمل ايه؟ انا عن نفسي انبهرت بيه قوي. بصوا شعره كمان بقى طالع كده عامل بوز لقدام، وتحس ان وشه بقى شكله بقى فيه شعر كتير، تحس ان هو فعلا مرعب جدا. بصوا ده شكله فعلا متوحش، انا عن نفسي انبسطت بيه قوي. وشكله فعلا جامد، ممكن بقى ان احنا نقدر ان احنا ايه نعمل بيه حاجات كتير قوي. بصوا الشورت بتاعته كمان متقطعه، واو، ممكن ناخده بقى نوديه معانا المدرسه ونوريه لاصحابنا، هيصدموا كمان ان البنطلون بتاعه كمان متقطع، يعني هدومه من فوق والبنطلون ده كل حاجته متقطعه. اكيد بقى طبعا ده بيكون في الغابه بيتحول بيكون وحش، ومعاه بقى كمان الكلب بتاعه بيساعده، واو شكله فعلا جامد جدا مع الكلب بتاعه الرهيب ده. الاتنين فعلا مع بعض شكلهم جميل، تحس انه في بينهم علاقه حلوه قوي، ان هو بقى بيخاف على الايه الكلب بتاعه، والتاني بيخاف على الذئب، هو بقى اللي بيحميه. واو بصوا شكله فعلا جميل جدا، انا نفسي انبسطت قوي باللعبه الفظيعه دي. وعجبت قوي بالراجل اللي هو بيتحول للولف ده، اكيد ترى هيتحول بقى لما بيكون عند اكتمال القمر ولا لا. تعالوا نشوف مع بعض، هستنى منكم تبعتكم تقولوا لي رايكم بقى في اللعبه الفظيعه دي بتاعه بلاي موبيل. وبليز ما تنسوش انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. انتوا عايشين يا صحابي، باي باي.